حفلا بهيجا بمناسبة افتتاح معهد الفنون الجميلة للبنين ومعهد الفنون الجميلة للبنات. هذه المعاهد نعتبرها بادرة خير ومؤشر نحو الحالات الإيجابية الصحيحة والسليمة. هذه المعاهد لاقت دعم كبير من وزارة التربية وفي مقدمة داعمين معالي وزير التربية المحترم. الأقسام اللي اختصرناها هو الزخرفة والخط وقسم آخر، ولكن بالنية للعام القادم إن شاء الله تفتح أقسام أخرى وتكون هناك أعداد أكثر من الطلاب إن شاء الله. افتتاح معهدي الفنون الجميلة للبنين والبنات، نحتفل اليوم بهذه المناسبة الرائعة، ولأول مرة افتتاح معهد فنون جميلة في محافظة ميسان، هذه المحافظة الولادة بالفنون والفن والفنانين. يرتقي المعهد لالتزام ومتابعة الطلبة الموهوبين خريجين الثالث متوسط بالبنين في قسم الفنون التشكيلية وقسم الخط العربي والزخرفة، أما البنات قسم التصميم وقسم الخط العربي والزخرفة. مبهج ومفرح أن نكون في افتتاح معهد الفنون الجميلة للبنين والبنات في محافظة ميسان، هذا المعهد الذي سيكون قاعدة أساسية لزرع بذور الفني وصنع الجمال ومن ثم اكتشاف المواهب الجديدة. احنا جاهدنا منذ عشرات السنين على هذا المعهد، ولكن الحمد لله أن يأتي متأخرا خير من أن لا يأتي. الحمد لله والشكر، أثمرت إحدى جهودنا السابقة بالمطالبة بافتتاح معهد للفنون الجميلة في محافظة ميسان، كون هذه المحافظة تفتقر لهذا المعهد المهم والحيوي لشباب ميسان. تكللت الجهود بالنجاح والحمد لله والشكر بعد عناء كبير. من طالبات الموهوبات لهذا العام، طبعا هذه السنة الأولى المعهد الفنون في محافظة ميسان، ونتأمل أن تكون يعني السنين القادمة حافلة بمجموعة من الطالبات لكي نقدم لميسان واجهة فنية وثقافية متميزة من خلال طالباتنا الموهوبات من خلال تقديم الأعمال المختلفة. أهل هم الداعمين الأساسيين إلي، وهم كانوا يدعموني بكل شيء. صح كانت عندي صعوبات، لكن هم دعموني الدعم الأول والأخير، وطبعا أشكرهم لأن هم اللي دعموني.